راني نشوف باللي اليوتيوب راه يحذف الفيديوهات تاع هذا الموضوع كما تاع ابو فلاك اكبر مثال. دونك قررت باش نبدل الكلمات الحساسه باش نضمن الفيديو تتحط وتلحق الرساله. السلام عليكم. كامل شفنا هذه الايام السوداء اللي راهي تجوز على خاوتنا الله ينصرهم، وهذه الحادثه تمشي لاحظت واحد حاجه بزاف خطيره، واللي هي بلدان الغرب راهي دير المستحيل باش تحرف وتبدل التاريخ. وانا كي عاد عندي قناه نحكي فيها ندير فيها قصص، حسيت باللي واجب عليا باش نحكي لكم القصه الكامله على هذا الموضوع ونجيب لكم حقائق كلها من الاف سنين قبل الميلاد ليوم هذا. شكون هما السكان الاصليين وشكون اللي عنده الحق، منين جاوا الطرف الاخر، وعلاش راهم يديروا هذا الشيء، كلش تشوفوه في هذا الفيديو. باش نجاوبوا على هذا السؤال راح نوليو لالاف السنين لقبل، بالضبط بعد الطوفان العظيم اللي جمع سيدنا نوح عليه السلام، اللي بعد هذه الحادثه تعاودت تعمرت الارض، وكان واحد القوم في شبه الجزيره العربيه، ومن اسمها برك راح يتفهموا باللي هذا القوم عربي، وهذا القوم ولا مجموعه من هذا القوم في ان مومون قرر باش يخرج من شبه الجزيره العربيه، باش يروح يحوس على اراضي احسن للعيش، باش يخرجوا من الصحراء اللي كانوا فيها، وجوستومون لحقوا لواحد الارض كانت خضراء، خصبه والجو فيها معتدل، هذه الارض اللي سميت هذاك الوقت كنعان، وهذه التسمية جاية من كلمة كنع وتعني بالأرض المنخفضة، وكنعاء كانت تشمل لبنان، أرض أحبائنا وأجزاء غربية من الأردن وسوريا. بقى الانتشار تاع هذه القبيلة في كنعان لمدة 1000 سنة، ولاو يتسموا هذو الناس اللي يسكنوا في هذه المنطقة بالكنعانيون. بقوا عايشين الكنعانيون في أمان حتى القرن 12 قبل الميلاد، وين جاوا بعض المجموعة تاع اليونان باش تغزو المنطقة، والهدف الأول تاعهم كان مصر، بصح خسروا المعركة معاهم ما قدروش يغزوهم، دونك واش داروا؟ قدروا يحكموا بعض الشواطئ اللي موجوده في اراضي احبائنا، ولتما مصر ولات تسمي هذو المجموعه اللي جات من اليونان ببالستو، واللي هي كلمه لاتينيه وتعني شعوب البحر. وبالنسبه لمصر بالستو هذوما كل ما يحكموا منطقه كما هذوك الشواطئ راح يسميوهم بالستين نسبه للشعب اللي غزاها اللي كانوا يسميوهم بالستو. راكم فهمتوا العفسه؟ سي كل اليونانيون ولا لي بالستو شافوا روحهم ماهمش قادرين، دونك بدلوا فكره الغزو وحبوا يتعايشوا مع الكنعانيون اللي عايشين لتما، دونك دخلوا يتعايشوا كيف كيف ولا يتزوجوا مع بعض. وديروا في بالكم كل منطقة يروحوا يعيشوا فيها لي باليستو راح يتبدل اسمها ببالستين. بقات هذه الحالة لمئات السنين لبالستو والمنطقة اللي يروحوا لها تتبدل اسمها، ونظرا لكثافة سكان الكنعانيون بالنسبة للمجموعة اللي جات من اليونان باش تغزو، العرق اليوناني اختفى وبقات ريحته غير في اسم البلاد. هضرنا بزاف وشفنا السكان الاصليين تاع هذيك المنطقة، دوكا راح تقولوا لي منين جاوا ابناء اسراء. 1751 قبل الميلاد زاد سيدنا يعقوب عليه السلام اللي كانوا يلقبوه باسراء، وسيدنا يعقوب كي كبر جاب 12 ولد وملتم وهبط هذيك الشجره كامل كانوا يعيطوا لها ابناء اسراء. كان حاجه برك مهمه باش نشوفوا العرق بالتبسيط، والد سيدنا يعقوب عليه السلام هو سيدنا اسحاق عليه السلام، والد سيدنا اسحاق عليه السلام هو سيدنا ابراهيم عليه السلام، وقبل ما يروح الارض احبائنا كان في العراق. كما قلت لكم سيدنا يعقوب رزق ب 12 ولد، واحد منهم سيدنا يوسف عليه السلام وهو الصغير فيهم كامل، وعلى بالكم باللي سيدنا يوسف عنده نصف جمال الدنيا كامل. دونك يوما من الايام واحد من ابناء سيدنا يعقوب هضر مع خاوته وقال لهم كيفاش احنا فينا كامل خونا الصغير هو اللي خرج هكذا شباب بزاف ومحبوب بزاف. تغرست في الاخوه الحسد والحقد نحو اخوهم الصغير وداروا فخ، راحوا عند باباهم وقالوا له رانا خارجين باش نرعاو الحيوانات تاعنا، خلينا خونا الصغير باش نحوسوا به. سيدنا يعقوب ما حبش، خاف عليه بزاف، قال لهم لا لا، ولكن قنعوه قالوا له واش راح يصرالو رانا في 11. زيد سيدنا يوسف سمعهم يقولوا هكذاك حب يروحوا انسيستا، وفي النهايه سيدنا يعقوب عليه السلام قبل. كما قلت لكم كانوا مخططين لها ديجا، جوست خرجوا معاه بعده في الصحراء رموه في بير، خلاو شويه من قشو اللي لطخوه بالدماء تاع حيوان قتلوه، ولاو يجريوا للدار وقالوا لباباهم بلي خونا الصغير راح بعد بزاف في الصحراء وما جينا نلحقوا به، لقينا بلي الديابه كلاوه. سيدنا يعقوب كيسمع هذا الخبر امن وتلمو، كان حزين وجرحته بزاف هذه الحادثه اللي بكى حتى أعمية. وهذه كانت أول خيانة تاع أبناء إسراء للأنبياء، والقادم راهو أعظم على خاطرش لست ما تخلصش. مرت سنين وجا جفاف قوي بزاف في أراضي أحبائنا، وسيدنا يعقوب عليه السلام قرر باش يهاجر إلى مصر هو وأبنائه، وجوستومون كي لحق لمصر اللي صرات الصدمة على خاطرش لقى ابنه يوسف عليه السلام اللي رماوه خاوته في البير هو اللي حاكم مصر كلها. الناس ما يعرفوش الحكاية، بعد ما أرمي سيدنا يوسف عليه السلام في البئر كانت كاينة قافلة رايحة لمصر، وجازت على هذاك البير اللي ارمي فيه يوسف عليه السلام. البير كان ناشف، والقبيله هذه كي شافت سيدنا يوسف فرحت بزاف وداوها لمصر باش يبيعوه كعبيد، خاطرش مادامو صغير استقام غالي بزاف، موراها تباع لعائله ملكيه. وكي كبر سيدنا يوسف كان يتملك واحد الجمال اللي لاحظوه كامل الناس، وكان تاني يتميز بذكاء عالي، وسرت تنبأ لهم باللي 7 سنين راح تكون الارض غنيه جدا، بصح 7 سنين اللي موراها الارض راح يحكمها جفاف كبير. كاين اللي يسمعوا له كان يزرعوا ويخبيو، وكاين اللي ما سمعولوش كيلحق الجفاف ولا هو اللي
يبيع لهم، وهكذا اللي أصبح سيدنا يوسف عليه السلام حاكم لمصر. على كل حال كي سيدنا يعقوب عليه السلام وأبنائه راحوا لمصر ولقى ابنه حاكمها، سيدنا يوسف سامح خاوته على واش داروا له وبقاو يعيشوا مع بعض في مصر لسنوات وسنوات حتى جاء سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى طويلة بالبزاف، بصح الحاجة المهمة اللي تفيدنا في هذا الفيديو سيكو سيدنا موسى عليه السلام هو والقوم تاعو كانوا هاربين من بطش فرعون وكانوا حابين يوليوا الأرض أحبائنا، ولكن مرة أخرى ومالغري شافوا المعجزة اللي دارها سيدنا موسى كي قص البحر ومشاو فيه، هكذاك مرة أخرى يخونوا النبي ديالهم وهذا المرة كفروا ديريكت، دونك ربي عاقبهم وخلاهم يتيهوا في صحراء سيناء لمدة 40 سنة حتى مات الجيل اللي عصى ربي وبقوا غير أبنائه، ولتما ربي بعث لهم نبي آخر سيدنا يوشع بن نون عليه السلام اللي خرجهم من هذيك الصحراء وقادهم الأرض أحبائنا. بصح كي لحقوا تما ما قدروش يتعايشوا مع بعض، بقوا غير يضربوا ما بيناتهم وكثرة الحروب حتى جا سيدنا داود عليه السلام اللي قدر يصلح ما بيناتهم وجمعهم في منطقة تما. كملت هكذا كي جا سيدنا سليمان ثاني، بصح بعد وفاته عاودوا ولاو يضربوا واندلعوا حروبات ما بيناتهم، بقاو في هذه الصراعات حتى انقسموا ودخلت ايادي خارجية باش تحتل هذيك الاراضي كما بابل القديمة اللي كان حاكمها نبوخذ النصر اللي كيدخل بالقوة تاعو ابناء اسرى ولاو اسرى الحرب ولاو عبيد للعراق. كاين البعض منهم اللي بقاو في القدس ما شاركوش في الحرب، بصح بداو يديروا مشاكل ما قدروش يتعايشوا مع السكان الاصليين. دونك في عام 590 قبل الميلاد نبوخذ دمر القدس ومحاهم كامل وعاودت ولات ارض احبائنا 100% كنعانيه عربيه باش تشوفوا الوقت السلام اللي بيناتهم برك تعيشوا لمده 300 حتى 400 سنه فقط. ربي سبحانه بعث لهم بزاف بزاف انبياء خاصين بهم، بصح كامل كامل خذلوهم واللي ما يخذلوش يغتالوه حتى ربي سبحانه نحلهم النبوه والانبياء ولا ما يروحوش ليهم، وكانهم شعب ما عندوش حل. ولمده اكثر من 2000 عام من ظهور ابناء اسرى جامي كانت عندهم دوله، وسجلهم التاريخ على انهم وين يكونوا يكونوا حروب والمشاكل. هنا نجيو التاريخ اللي قريب شويه لينا، وين ارض احبائنا كانت تحت حكم بزاف مجموعات، الاتراك اليونانيين الرومان، بصح هادو امبراطوريات كانوا يغزو، وفي هذاك الوقت كانت ارض احبائنا هي هي بشعبها والحدود ديالها، وابناء اسرى وين راهم كانوا منتشرين في انحاء العالم كله، ما كانش كاينه بلاد وين ما كانش واحد منهم، مام جزائر تونس ليبيا، وكانت عندهم استراتيجيه قويه بالبزاف، واللي هي في كل مجال لازم يكونوا هما من الاوائل فيه، في الرياضيات، في العلوم، في الاختراعات، في التكنولوجيا، في كلش. وما في هذاك الوقت كانوا يديروا مشاكل كبار، وين 80 دوله حاوزتهم وواحده منهم الجزائر، بين قوسين في الاحتلال كانوا من الحركه وداروا بزاف مشاكل للجزائريين، دونك الجزائر كدات الاستقلال وهما هربوا مع فرنسا. على كل حال في 1799 اللي بدا المشكل من عند حاكم فرنسا قديما نابليون اللي وعد اليهود باش يدير لهم ارض في ارض احبائنا، هو ما قدرش، ولكن المشكل اللي داروا هو الفكره هذه اللي مدها لهم والافكار لا تموت. بعد قرن تقريبا في 1897 بدات الحركه ديالهم اللي بداها تيودور هيرزل، باش نتفهموا الحركه ديالهم ولا الكيان اللي رانا نهضروا عليه، واليهوديه ماشي كامل كيف كيف، الكيان هذا راهو منظمه، راهو حركه فكريه، الهدف ديالو تكون الدوله لليهود في اراضي احبائنا، والسبب ديالهم على خاطرش هما كانوا تما قبل، وبلا بلا بلا رانا شفنا الحقيقه جوست قبل. 1916 خرجت اتفاقيه سايكس بيكو، وين اراضي الشرق الاوسط تقسمت لفرنسا، الروس وبريطانيا، وهذا التقسيم كان غير في ورقه، والعام الجاي 1917 خرج وعد بلفور قرار من حكم بريطانيا باش يمدوا جزء من اراضي احبائنا لليهود، وكاين بزاف اللي يقولوا بلي يمدوا لهم هذو الاراضي، مام نابليون كيوعدهم بهذوك الاراضي غير باش يتهناو منهم، وابناء اسرى هجروا بريطانيا وفرنسا واوروبا باكملها على خاطرش على بالهم بلي ما يتعاشروش ويديروا بزاف مشاكل. وهذاك واش صرا في 1917 جوست خرج هذاك الوعد، بناء اسرى بداو يهجروا ويروحوا والاراضي احبائنا، والعفسه جوست حطوا رجليهم لتما بداو مشاكل كبار مع السكان الاصليين على اساس هذيك ارضهم. الهجره هذه بقات غير تزيد حتى 1930 وين ابناء اسرى ولاو يديروا مجموعات مسلحة ويروحوا يقضيوا على السكان الأصليين. بيان سور أحبائنا داروا مظاهرات باش يسمع بهم العالم كامل، وكانوا يطالبوا ببريطانيا باش تحبس هذه الهجرة، وبريطانيا كي شافت التجمع تاعهم خافت وحبت تحبس هذيك الهجرة، ولكن صارت حاجة كبيرة بالبزاف واللي هو الزعيم الجديد تاع ألمانيا، تعرفوه كامل راح نسميوه الرسام النمساوي، للعدو الأول تاعو هو ابناء إسرى، كان كيحكمهم كي النص يبعثهم للتشريح في سبيل العلم، والنص يحرقهم، وكانت عنده شحنة كبيرة بالبزاف ثاني، على خاطرش كان متأكد باللي هما السبب الأول في فشل الحرب
الحرب العالمية الأولى. دونك كانت شحنة كبيرة بالبزاف ما بين الطرفين، وهذا الشيء سبب لتضاعف الهجرة لعشرات الأضعاف. كامل أبناء إسراء تاع أوروبا كاملة كانوا يهجروا الأرض أحبائنا. نهاية الحرب العالمية في 1945، وشكون اللي ربحت؟ فرنسا وبريطانيا. بصح ما كانتش عندهم القوة الكافية باش يكملوا الحكم تاعهم في البلدان العربية، دونك فرنسا انسحبت وسوريا ولبنان دات الاستقلال تاعها، وبريطانيا خرجت من الأردن، الأردن دات الاستقلال تاعها. تبقى أرض أحبائنا بريطانيا ما عرفتش واش دير، ما قدرتش كيفاش دير باش تعاود ترجعها كما كانت بالسكان الأصليين تاعها برك، على خاطر تصدموا عليها بزاف من أبناء إسراء. وجوستومون بريطانيا حارت لمن تمد الاستقلال، اسكو السكان الأصليين ولا الأبناء إسراء اللي عاونوهم بزاف ماديا في الحروبات ديالها. بين قوسين هنا تدخل الاستراتيجية تاع أبناء إسراء اللي قلت لكم في كل دومان لازم هما يكونوا الأولين. وجوستومون في هذاك الوقت كانوا عندهم بنوك كبار بالبزاف اللي عاونت بريطانيا في الحروب تاعها. في آخر المطاف بريطانيا مدت أرض أحبائنا للأمم المتحدة وقالت لهم دبروا راسكم، أنا هذا ماشي شغلي دوكا، لازم نلها مع روحي باش نطلع الاقتصاد ونعاود نولي المعيشة تاعي تاع بكري، على خاطرش راهي خارجة من حرب. في نفس العام الأمم المتحدة خرجوا قرار 181 اللي قالوا هذيك الأرض نقسموها على النص، نص لأبناء إسراء والنص للسكان الأصليين. ما قالوهاش بهذه الكلمة مي راكم فهمتوني. المشكل الكبير في هذا القرار جا في التقسيم، أبناء إسراء داو 57.5 من البلاد، وهذا الشيء ماهوش نورمال خلاص. التقسيم ما هو عادل، ما هو منطقي كامل. بصح ديروا في بالكم الاستراتيجية الأولى اللي قلت لكم عليها تاع أبناء إسراء لازم يكونوا إطارات في كل المجالات. بيان سور أحبائنا ما سكتوش على هذه العفسة وبدات المقاومة تاعهم، وهنا أبناء إسراء استغلوا الوضع وبدات النكبة ديالهم. وزعما النكبة هي ماشي احتلال ولكن مسح بالقوة، يعني ما من الأراضي اللي مدتهم الأمم المتحدة لأحبائنا واعتدوا عليها وخرجوا الناس من ديارهم وداروا جرائم كبار بالبزاف. الأمم المتحدة كانت تدير قرارات في صالح أحبائنا كانوا يسمعوا بها العالم كله، ولكن في الحقيقة لا تطبق. علاش؟ الله أعلم. 1948 خرجت USA واتحاد السوفياتي وقالت للعالم باللي احنا نستعرفوا بدولة إسراء. هنا اللي النكبة والجرائم كبروا بالبزاف. هخلي لكم خريطة تاع أرض أحبائنا في 1946 حتى اليوم كيفاش كانت وكيفاش ولات. اللون الأخضر هما أحبائنا، اللون الأبيض هما إسراء، واللون الأخضر الشفاف هما أراضي أحبائنا اللي حاكمينهم بني إسراء. اخر القول اللي نقول لكم اللي هذا الكيان راهو كيان عنصري ظليم تبنى على سرقه الاراضي، وربي ينصر احبائنا. ان شاء الله تكون فاتتكم هذا الفيديو وفهمتوا مليح القصه. على بالي بلي القصه راهي معروفه، بصح نتمنى ولو واحد فيكم يعرف القصه من عندي. هذا هو الهدف تاعي، ان شاء الله ما ديرونجيتكمش بتبديل الاسماوات الله غالب، هكذا باش نكون ضامن بلي الرساله لحقت. ما تخليوهاش تحبس عندكم، انشروا الرساله قد ما تقدروا، وما تنساوش تكثروا الدعاء.